حبيباتي احبائي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم جبت لكم واحد الوصفة مفيدة مهمة لإنبات شعر الحاجبين والحواجب. رخيصة وسهلة، وكتكون من مكونين اللي هي عدم التمر وزيت الخروع. وقبل ما نتكلم لكم على الطريقة، غادي تشوفوا معايا واحد الوصفة وجدتها بسرعة. هذا أرز اللي سبق لي وقدمته في إحدى الوصفات، دونك فيه طريفات الحامض مصير والثوم القشرة ديالو، شوية ربيع قزبر ومعدنوس، فلفلة حلوة خضرة، شوية ديال المطيشة، ملح، إبزار، سكينجبير، خرقوم، شوية الزيت، ستيك ديال بولي ماريني في شرمولة سمك، وحطيته في الطحين وقليته شوية. شوف لو درت لي على شوية لاموطارد، نورمالمون كندير لي لاصوص فينيغريت، مي هذا غير بسرعة. فكرة كفكرة ديال الغدا، هذا لشخصين، كتجيبني انا هذا الروز وكيجيبني انا هذا الستيك دو بولي. عاد غادي نكمل معكم دابا الوصفة. كنجيو للعظيمات ديال التمر، تاخدو 6 أو 7، انا هنا خديت 7، وكنحطوهم فوق هذاك الرويز ديال البوطه، وكنساوهم كنبقاو نطيبوا الغدا ولا العشاء ولا هذا، وهما اون ميم طون كيتحرقوا فوق البوطه. اللي بغى يديرهم فشي كاسرونه ماشي مشكل، المهم انا هنايا خديت العظيمات ديال التمر وحطيتهم فوق البوطه، فوق داك الرويز ديال البوطه، بقاو كيتحرقوا، نسيتهم واحد يومين، خليتهم فوق ما استعملت انا البوطه، راه كيبقاو يتحرقوا. كنجي هنايا كندقيتهم، ها هما هنايا درتهم هنا، دقيتهم في هذا المهرس ديال الخشب. كنجي هنا غادي نغربلهم هنايا، دير به كناخذ واحد الصفايه كنغربلوه ساهل. بعض المرات كيبقاو دوك لي غريمو هنايا، ماشي مشكل، كنعاودو ندقوهم في المهراز. دونك هنايا انايا حصلت على عظم التمر محروق ومطحون، هذا عظم العظيمات ديال التمر. كناكلو التمر بيان سور اللي فيه عدة فوائد لا تحصى ولا تعد، كناخدو داك العظيمات ديالهم ما نضيعوهمش، حتى هما كنحرقوهم كنطحنوهم في الطحانه ولا كندقوهم في المهراز، كنغربلوهم كنحصلوا على هذا الخليط. هذا كناخذوا الزيت ديال خروع، كنديروا القياس حتى كيولي عندنا واحد الخليط اوموجين، ها هو متجانس. كنخلطوا بشي حاجه خشبيه ولا شي بانسو ولا سا ديبا، كتخلط 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 هكذا حتى داك العناصر تمتزج مع بعضها. ها هي دابا عندي هنايا ساهل عنصرين اساسيين اللي هما زيت الخروع، ويل دو ريسان. زيت الخروع هو ويل دو ريسان، وعندنا العظيمه ديال التمر محروقه ومطحونه فقط. كنجيو كنبقاو نطبقوها على فوق الحجبان، كنديروها فواحد، كنحتفظوا بها فواحد القريعه صغيره زجاجيه او ديال البورسلين ديال البديع، باش ما كتخسرش لينا، راه كتبقى كدوم مده. صافي فوق ما بغينا نعسو كناخذوا شي شويه وكنطلعوا الحجبان ديالنا، كنطلعوا الحجبان، كنجيو فوق الحاجب كنبداو نطلعو الحاجب بحال هكذا، كنطلعو بواحد اون كوش ابيس. هادي هي لا فورم ايديال دان سورسي، لا فورم ايديال دان سورسي هي هادي. كاين بزاف لي فورم، كاين هلال، كاين مثلث، كاين، مي لا فورم نورمال ايديال احسن فورم هي هادي. كنجيو هنا كيكون غلاوت شويه كتجي لا طومبي من الوسط، كتجي هاد لا طومبي من هنايا، وكنرقوه. بالناس اللي كيصوبوا حجبانهم كيديروا هكا هنايا غليظ، كيبداو جايين ناقصين ناقصين،
حتى لهنايا في هذه القنيطه عاد كنديروا لا طومبي ديال السورسي. هذه لا كو، هذه لا كو، دونك هذه لا فورم. دونك الا بغينا نصوبوا حجبنا ونداويوهم كنديروا لهم هكذا، كنجي هنا كنطلي الحاجب وكنتلو حتى اخر شفيرات، ولكن حذاري من زيت الخروع تدخل العين لان التمر ماشي مشكل، مي هذا زيت الخروع حاولوا ما يدخلش للعين ملي كنديروا نصبغوا الحاجب حتى هو، وكنخليوه ما كنمسحوش على شحال. دونك فوالا ها هو هادي لا فورم ايديال دان سورسي، كتجي لا كو هكا كترقاق هنايا فوالا. هادي زوينه كنخليوه في العين، غادي نرسم لكم حتى العين. الا بغيتو تطلعوا العين كتغمضوها كتسدوا العين وكديروا غير شويه فوق الشفار في داك لاغاسين ديال الشفار هنايا، ما تدخلوش زيت الخروع للعين، كنغمضوها وكنطليو شويه كوكا فوق الشفار باش كينبتو. كنجيو عاود لتحت كنطليو شويه، كما قلت لكم التمر ماشي مشكل، ما حذاري من زيت الخروع يدخل للعين. ها هو دونك زيت الخروع اللي هو هذا الخليط، هذا الخليط هذا متكون من عنصرين اللي هما زيت الخروع عظيمات ديال التمر محروقين حتى كيوليو كحلين بحال الفاخر، كنبقوهم ولا كنطحنوهم كنزيدو عليهم زيت الخروع صافي، وكنطلو بهم هكا الحجبان. هذه افيكاس، ديروها نتوما كل ليله ماشي مشكل، كل ليله كيعطي واحد النتيجه مجربه، كتعطي واحد النتيجه مجربه. المهم نتمنى ان شاء الله الوصفه تروحكم وتجربوها، جربوها ما تعكزوش عليها وما تخافوش منها، راها زوينه غير زيت الخروع ما يدخلش للعين. كنتمنىها تعجبكم وطبقوها. شكرا لكم، تحياتي اليكم، قناه الاميره بلقيس تحبكم تتمنى دعمكم بالاشتراك بلايك ابوني، وان شاء الله دائما كل جديد تتوصلوا به. شكرا، الى اللقاء.